بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حمدا طيبا مباركا، الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين في كل مكان، كالعادة وحشوني جدا جدا، وحلقة جديدة مع ليلى طه وهذا ديننا. حديثنا اليوم عن شيء هو سبب من أسباب الترابط والتكامل بين أفراد المجتمع، وبناء عليه تنتشر المحبة والمودة بين الناس، ونال الإنسان به الفوز في الدارين، ونال به أيضا البركة في المال والأولاد وطول العمر. أما إن كان شحيحا بخيلا فقد خسر الدارين. هذا هو الإنفاق في سبيل الله التي قد أشار القرآن الكريم عنه في مواضع كثيرة، وحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وأيضا حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: ما نقص الصدقة من مال، وما زاد الله عبد بعفو إلا عز، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. أيضا أشار بذلك أبي بكر رضي الله عنه وقال: وجدنا الكرم في التقى، والغنى في اليقين، والشرف في التواضع. هذا هو الإنفاق في سبيل الله، لكن يجب أن نعلم جميعا ما هو الإنفاق وما الأثر المترتب عليه. كل هذا مع فضيلة الشيخ محمد سمير البنا، وهو عالم من علماء مشايخ الأزهر الشريف. دعونا نرحب به. نورت الحلقة. الله يكرمك يا أستاذ علي، شرفنا بوجودك مرة تانية. شكرا دكتور. عرفنا عن معنى الإنفاق وحدثنا ما هو. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومعلمنا محمد رسول الله. نشهد يا رسول الله أنك أرسلت داعية إلى الرحمن، فدعوت فاهتزت لك الثقلان، أخرجت قومك من ضلالات الهوى، وهديتنا إلى الواحد الديان. مرحبا بالسادة المشاهدين. الصدقة أو الإنفاق في سبيل الله، سبحان الله، عمل قليل تثاب عليه في الدارين، الدنيا والآخرة. الله يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أو تدري أن المنفق وأن المتصدق إذا تصدق من ماله طواعية على الفقراء والأرامل واليتامى والمساكين والمرضى من أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، نال الدرجات العلى، وكان قريبا من الله عز وجل، ونال دعاء الملائكة، ودفع الله عنه ميتة السوء. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، أما منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر بين يديه فيجد النار تلقاء وجهه. ماذا نصنع يا رسول الله؟ فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وكأن النجاة من النار في التصدق ولو بالقليل. كيف تدفع شق التمرة أو نصف التمرة عذاب النار؟ وكيف تحط عنك الخطايا والذنوب والسيئات والآثام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تصدق أحدكم بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ويربيها لأحدكم أو لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، أي المهر. هكذا عندما ينمو المهر ويكبر، كذلك الصدقة، التمرة يربيها الله عز وجل حتى تصير كالجبل. في ناس مش عارفة ايه هو المهر. الفلو هو المهر اللي هو ولد الفرس. أيوة الفرس. في ناس تجيب مال المهر اللي هو المهر. لا 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 لا. هذا فرق شاسع. المهر هذا بالفتحة، ما المهر هذا مهر بالضم. طيب، احنا كنا عايزين نعرف ان هناك صدقات يتقبلها الله، وصدقات غير مقبولة تماما. وبرضو عايزين نوضح للسادة المشاهدين، مش بكتر الصدقة أنا بتصدق، ربما زي ما أنت قلت كده فلوة، حاجة بسيطة.
ايه اللي انا اعمله عشان اخلي الصدقه بتاعتي مقبوله، او ايه الصدقه المقبوله؟ يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. نعم. كالذي ينفق ماله رئاء الناس. نعم. اذا عندما يقول ربنا يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، هذا لا يتقبل منه. نعم. الذي يتصدق ليقال عنه أنه متصدق. الذي ينفق ليقال عنه أنه منفق. نعم. الذي ينادي على اليتيم أمام الناس، خذ يا ابني المجيني دي. إذن التباهي التباهي يسقط تماما الصدقة. تمام. كذلك أن تكون من كسب طيب. نعم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. نعم. ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. نعم. إذن الفقير هذا أو المريض أو المحتاج من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم ليست سلة قمامة. نعم. لا ألقي فيها المهملات، لا ألقي فيها القاذورات، لا ألقي فيها الخبيث من مالي أو من طعامي أو من شرابي. ربما يقول أحد المشاهدين الآن يا ابن احنا عندنا أكل بقاله يومين في التلاجة، روح طلع حد هيأكله. لا يا بابا مش واكلين منه. طب خلاص طلعوا لجيراننا. هذا لا يقبل لأنه ليس من طيب الطعام. نعم. تصدق مما تحب. نعم. يعني سبحان الله، كان يمشي أحد الصالحين أو أحد السلف ومعه قطع الحلوى في جيبه. نعم. وقطع السكر في جيبه، فإذا مر على مسكين أعطاه فسئل في ذلك قال لأني أحب السكر وأحب الحلوى، والله قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم. وسبحان الله، لا يعني لا تقل بأن صدقتي قليلة. رب درهم سبق 100,000. نعم. كيف ذلك عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن درهما يسبق 100,000؟ قال رجل عنده درهمان. نعم. جاء إلى درهم فتصدق به، يبقى تصدق بكم؟ نصف إيه؟ نصف درهم، نصف ما يملك. نعم. أما الآخر جاء إلى عرض ماله. نعم. رجل ملياردير وأخذ منها 100,000 درهم، 100,000 جنيه. نعم. فهذا لا يعني شيئا بالنسبة له. فسبق هذا الدرهم اللي هو شطر مال الرجل الصالح. نعم. المتصدق. نعم. الذي طابت نفسه بالصدقة. 100,000 أخرى. فإياك أن تقول بأن هذه الصدقة قليلة، ولكن كن كأم المؤمنين عائشة. نعم. كانت تسمى بأم الطيب. لما؟ لأنها كانت تضع الدراهم والدنانير في الطيب، يعني في المسك. نعم. قبل أن تضعها في يد السائل أو المحتاج أو الفقير أو. نعم. الأرملة أو المسكين. نعم. فلما سئلت عن ذلك قالت إنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير أو المسكين أو المحتاج. ونعم بالله. معنا اتصال تليفوني. ألو، السلام عليكم. سمع. إزاي حضرتك يا بسمة؟ تفضلي، أنت معانا على الهواء، تفضلي. اسمعيني من التليفون يا بسمة. الله يسترك يا بسمة، بس اتحركي في مكان فيه شبكة واخفضي صوت التلفزيون. نقول لحضرتك يا شيخ، معلش نقول لحضرتك يا شيخ. اتفضلي. من حاجة يا شيخ ان انا لو تصدقت بأي صدقة ويعني مثلا استقرتها بيني وبين نفسي لحد ما هي يعني ثوابها يروح، السؤال عايزة بسأله لحضرتك هو مثلا يعني لو انا وزيزي. طب عيد السؤال الأول كده بعد إذنك. تصدقتي بصدقة؟ صدقتي بصدقة؟ اسمعينا من التليفون يا بسمة، اسمعينا من التليفون. تمام. اتفضل. انا لو تصدقت بصدقة مع الوقت مثلا واتقبتها بيني وبين نفسي مثلا في اي وقت يعني. تمام تمام. وصل سؤالك. حاسس ثواب الصدقة ده يروح؟ حاضر. نعم. وصل سؤالك. ثاني سؤال. انا وديت التوصيل، هل في ميعاد يعني احسن وقت لدفع الصدقه يعني يوصل للمتوفي احسن يعني ميعاد معين احلى من اي وقت يعني؟ تمام. حاضر. اي استفسار تاني يا بسمه؟ ليش شرفتيني يا فندم.
هي بتتصدق بين صدقة بينها وبين نفسها وبعدين ممكن تفتكرها تاني، في دي فيها حاجة؟ ليس فيه شيء، وإن شاء الله الصدقة مقبولة بإذن الله، إنما يتقبل الله من المتقين. نعم. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منك هذه الصدقة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والدتها متوفية وعايزة تعرف لو في ميعاد معين يكون أفضل من أن هي تخرج الصدقة دي، ولا ممكن تعملها لها في أي وقت؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: نعم. صدقة جارية، نعم. أو علم ينتفع به، نعم. أو ولد صالح يدعو له. نعم. ممكن أن أتصدق ولو بالقليل من المال، ولو بالقليل من الطعام، ولو بالقليل من الكساء، ولو بالقليل من الدواء، وأقول اللهم إني أهب مثل ثواب هذه الصدقة لأبي المتوفى، أو لأمي التي توفيت، أو لفلان قريبي، وإن نعم. شاء الله تصل في أي وقت وفي أي مكان وفي أي زمان، لأن الله عز وجل هو رب المكان والزمان ورب الوقت إن شاء الله. إن شاء الله نرجع لثمار الصدقة مرة تاني، تنجي من النار. نعم. تنجي من النار. تنجي من النار. لكن بشرط أن تكون هذه الصدقة فيها إخلاص. نعم، إخلاص النية. إخلاص النية لله عز وجل. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل قول الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، نعم. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، نعم. ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. دعا الصحابة إلى الصدقة، فقال عمر: فوافق ذلك مالا عندي. قلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته. لو أنا لي سبق في حياتي سيكون هذا اليوم. قال الفاروق عمر: فجئت إلى مالي وقسمته شطرين، جعلت شطرا لأولادي ولأهل بيتي، وأخذت الشطر الآخر وذهبت إلى النبي فوضعت المال في حجر رسول الله، فقال له رسول الله: ماذا أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم شطر مالي يا رسول الله. فجاء أبو بكر الصديق ووضع المال في حجر رسول الله، فقال له سيدنا رسول الله: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. ونعم بالله. فكانت المرتبة الأولى دائما وأبدا حجزت لمن؟ التصدق لسيدنا أبو بكر. نعم. أيوة. وطبعا الفاروق عمر بيلعب على المركز الايه؟ الثاني دائما. تمام. نعم. فسبحان الملك. هكذا الصحب الكرام. نعم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. نعم. أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. نعم. فدائما وأبدا تصدق، ستنجو من نار الله عز وجل. الآية الكريمة بتشير السراء والضراء، في السراء والضراء، يعني بتنوه. تمام. عن أن الأمر يكون تماما بعيد عن الرياء، لأن في ناس، نلفت انتباه المشاهدين برضو، ان في ناس تقول لك انا بتصدق كتير زي التليفونات اللي بتجيلنا دايما، ومش عارف البلاء دايما بينزل عليا. اكيد بيبقى في الامر فيه رياء، اللي هو التباهي بالامر، اللي هو عدم اخلاص النيه، اللي هو مثلا ده انا بقى من غير قصد، ممكن يكون بيتكلم من غير قصد، انا بقعد يقعد مثلا جنب شخص فلاني ده انا عملت كذا وكذا وكذا وكذا. فاخلاص النيه والسر فيها بيتفاوت الامر جدا. والله سبحان الله، ان اخلصت النيه وجدت الخير في الدنيا والآخرة. معنا اتصال. طيب. ألو. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ أحمد. أه. اتفضل معنا أنت على الهواء. ممكن أسأل الشيخ عن ذلك؟ اتفضل يا فندم. اتفضل يا أستاذ أحمد. الوقت السؤال الأول، دلوقتي مراتي أنا بتشوف إعلان قدمت بيت أسود. مراتي. نعم. تمام. قدمت بيت يجي لها في المنام. و... نعم. شفيته كذا مرة مش مرة واحدة. نعم. ده السؤال الأول، والسؤال الثاني بتحلم بأحلام. على الأحلام دي ما يعني بتشوف حد كده في الأحلام. بتشوف زي الجن أو حاجة زي كده، بتشوف الأحلام دي فبتنزل المنية بتاعها. طيب انت حضرتك دلوقتي في برنامج فتوى وأمور شرعية، لكن الأحلام ممكن بعد الحلقة في برنامج تاني. احنا دلوقتي فتاوى شرعيه، احكام فقهيه. لا يضر يا دكتور ليلى ان احنا برضو نوضح له بعض الامور. ما هو احنا برضو يا شيخ بقى. طيب. طب ما فيش مشكله. احنا نجاوب على السؤال الاول، ان هو الاسئله او السؤالين متعلقين بحلم. تمام. ممكن لو حضرتك تقدر تفيده برضو. تمام يا فندم، يعني حاول انها تكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. من اكثر من الصلاه علي كفاه الله ما اهمه وغفر ذنبه واعطاه ما تمنى. رؤيه الثعبان في منامه فهذا حسد.
حسد. حسد. كيف أتقي الحسد وكيف أدفع الحسد وأدفع الضر؟ بالصدقة. نعم. يعني سبحان الله، صدقة السر تطفئ غضب الرب وتقيك ميتة السوء، وكذلك تسعدك في الدنيا والآخرة إن شاء الله. كان هناك شيخ من مشايخ مصر كان يدرس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، يسمى الشيخ عطية سالم. نعم. هذا الرجل قال كان في الزمن الغابر، الزمن الماضي، كان هناك امرأة عجوز تمشي في طريق مكة بليل، فوقعت في قناة ماء، يعني في حفرة، وظلت في هذه الحفرة تستغيث وتئن 3 أيام بلياليهن. ثم مر رجل فأخرجها من هذه الحفرة. فلما عادت إلى بيتها قال لها أهلها وأصحابها وجيرانها: ما الذي أنجاك؟ 3 أيام ليس عندك كسرة خبز ولا طعام لا شراب. المفترض أن هي تموت، ولكن سبحان الله أنجاها الله. قالت لهم: إن طست أي كوب الحليب الذي أذهب به في الصباح لجيران الأيتام كان يأتيني بليل فأشرب منه حتى أرتوي. فكان سببا في البركة. نجاتها وسببا في نجاتها من ميتة السوء. فدائما وأبدا أكثر من الصدقة وأكثر من الإحسان للفقراء واليتامى والأرامل والمساكين من أمة الحبيب النبي، تجد السعادة في الدنيا والآخرة إن شاء الله. إن شاء الله. معنا اتصال تليفوني. ألو فوزي. ألو. ألو فندم. ألو، أنت معنا على الهواء، اتفضل. اتفضل. بقول لحضرتك يا فندم، عايز أسأل سؤال الشيخ بس شوية. اتفضل يا حبيبي. دلوقتي يا فندم، أنا دلوقتي لما بتصدق قاعد في الشغل، قاعد في الشغل تمام، فلما يبدأ معايا فلوس بتصدق بيها، يعني هل لازم الفلوس دي توجب للبيت ولا اني اتصدق بيها احسن؟ يعني ممكن اشوف واحد ظروفه مش كويس يعني جاي يطلب صدقه بديله. تمام، وصل يا فندم السؤال. يعني تاني حاجه يا فندم، اللي انا في زكاه الفطر او زكاه رمضان ببقى قاعد من الشغل تمام، ف ما يبقاش معايا فلوس اني اتصدق. ايه بقى الحكم بتاع الكلام ده؟ طب انت عندك قوت اليوم؟ عندك طعام يكفيك اليوم؟ عندي يا فندم. تمام، حاضر، اجيبك يا استاذ. اي استفسار تاني يا استاذ فوزي؟ لا شكرا يا فندم، شرفتنا. السؤال الاول، هو قاعد من الشغل وبيتصدق، لازم ان يتصدق والفلوس معاه ليها قليله. هو سبحان الله بدا سؤاله بيقول هل يعني المال قليل، هل اتصدق على اهلي ام اتصدق على ايه؟ على مسكين او اوفرها مثلا لنفسي مع ان انا قاعد من الشغل. احسن السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دينار انفقته على اهلك، ودينار انفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في مسكين أعظمها عند الله أجرا الذي أنفقت على أهلك. يعني أنا عندي أهلي، لا أتركهم جياع ثم أخرج المال الذي عندي، ولكن أتصدق ولو بالقليل، لأن الله يقول: عبدي أنفق عليك، وإن بخلت منعت عنك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وكان هناك يعني قصة جميلة جدا، كان هناك شاب وكان هذا من رواد المسجد، فدعا إمام المسجد على المنبر إلى الصدقة، فيقول: والله لم يكن في جيبي إلا 15 جنيها. الكلام ده من حوالي 15 سنة وأنا كنت صاحب الخطبة في هذا المسجد. فيقول: سبحان الله، فأخرجت 15 جنيها، ثم عدت إلى البيت وأريد أن أذهب إلى العمل غدا. فقلت لأبي: أريد يعني المواصلات وبتاع. فقال له: أنت مش كان معك 15 جنيه؟ قال له: والله الشيخ ضحك علي، سمحت، قال الله قال الرسول وحديث قصة، فطلعت اللي في جيبي فلم يعد معي إيه ما مش حاجة. قال له: طب روح بقى خلي الشيخ إيه ينفعك. ينفعك. فسبحان الله، يقول: فأخذت من أبي يعني جنيها للمواصلات في هذا اليوم. هو يعمل في قسم الحسابات، فالمدير بعت له وقال له: تعالى يا أستاذ فلان. فجاء إليه قال له: امضي. فمضى. قال: فنظرت
فإذا بمكافأة، يقول والله أعمل في الشركة منذ 20 عاما لم أخذ هذه المكافأة، ولم تكن إلا للعاملين في حقل العمل لا للإداريين، فوجدت أن المكافأة تعادل 150 جنيها. ضربنا في كام؟ 15 في كام عشان يدينا 150؟ فعشرة. فأنت تتاجر مع من؟ مع الله، مع الله سبحانه وتعالى. برضو عايزين ننوه على حتة حكم فقهي دايما كده بندرسه دايما احنا في الماجستير والدكتوراه، انت اكيد عارفه، ان الصدقة المستحبة هي واجبة للأقارب أولى من إخراجها للغريب، وان الصدقة المستحبة اللي هي فائدة عن حاجة الإنسان شرطها الأساسي أن تكون فائدة عن حاجة الإنسان. أنا حبيت أفهم الحتة دي. تمام، الأقربون أولى. لا، أولى بالمعروف. أولى بالمعروف. من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. نعم. وإن من صلة الأرحام، نعم، أن تطعم المسكين، نعم، القريب، نعم، الفقير القريب، المريض، نعم، القريب وغير القريب أيضا. يعني بس سبحان الله، نعم، أن تطعم الأقرباء فهذا دليل على نقاء قلبك، نعم، ودليل على طهارة نفسك، نعم، ودليل على حبك للخير. وكذلك أيضا ده في مثل عام كده يقول لك أطعم البطن تستحي الإيه؟ العين. تستحي العين. سبحان الله، أنت عندما تطعم الفقراء والأرامل واليتامى والمساكين حتى من الأقرباء فيدعون لك بالخير، اللهم بارك له. نعم، وسبحان الله بيسأل علينا وحلو. تمام، أحسنتي. وكان هناك رجل، نعم، وكان يعمل هذا الرجل في حقل الدعوة، فيقول اتصلت علي امرأة وكانت أرملة لأيتام، فقالت يا فضيلة الشيخ غدا العيد ووالله ليس في بيتي طعام ولا شراب لأولادي ولا كساء. نعم. قال أصبحت في بحر حيرة، أنا عندي خطبة ويجب علي أن أحضر هذه الخطبة، ولكن استجبت لها السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكصائم الليل وكقائم، نعم، كقائم الليل وصائم النهار. نعم. فيقول فذهبت إليها أنا وزوجتي وأخذت معنا الطعام والشراب واللحم، فقلت لها خذي هذا الطعام وكلي أنت وأولادك. قالت والله يا شيخ سيفسد كل هذا الطعام. لما؟ نعم. ليس عندنا ثلاجة. نعم. قال والله لا أبيت إلا يكون عندك وعند أولادك ما عندي أنا وأولادي. ذهب إلى أحد المحلات واتصل على الرجل وفتح له ليلة الوقفة. نعم. مفيش حد فاتح، فسبحان الله وجاء بالثلاجة وضعها. معنا اتصال؟ طيب ونكمل إن شاء الله. معلش. محمود، ألو؟ ألو؟ محمود؟ السلام عليكم. أنت معنا على الهوا، اتفضل. ألو؟ ألو يا فندم، أنت معنا على الهوا. راح يصلي. فسبحان الله. أخذ الثلاجة وذهب بها إلى البيت. فطبعا وضع الطعام في الثلاجة، نعم، ثم قال لها أريد كوبا من الشاي. نعم. فقالت والله ليس عندنا أنبوبة غاز. نعم. أنبوبة الغاز حتى مش في البيت. فذهب وأحضر أنبوبة ثم شرب الشاي ثم ذهب وعاد إلى بيتي، قال والله ما نمت مستريحا كما نمت في هذه الليلة. رأى فيما يرى النائم كأن القيامة قد قامت، وكأن هناك أشجار مثمرة، وإذا بهذه الأشجار فيها ثمار متدلية. قال فأردت أن أقطف ثمرة منها، فقيل لي إن هذا لعامة الناس. نعم. أمضي أنت. نعم. فمضى. قال فذهبت إلى شجرة وأخذت منها ثمرة، والله ذقتها ما وجدت حلاوة كما، نعم، وجدت لها في هذا اليوم وفي هذه الليلة. فقمت من نومي أقول لزوجتي حدث معي كذا وكذا، قالت والله إن رائحة الطيب تفوح من فمك. نعم. فتاجر مع الله. نعم. وكن مع الله دائما تجد الخير إن شاء الله. إن شاء الله. المشاهد يعني برضو بيتهم مننا، يقول يا جماعة فهموني وقولوا لي إيه الفرق بين الصدقة المستحبة وإيه الفرق بين الأمر الواجب في الصدقات. يعني أنا نفسي بيجي لي السؤال ده كتير، وأحيانا بتوه في الإجابة بتاعته، فأنت ممكن تفهمون. برضو فوز اللي اتصل قارن بين الأمرين، ذكر الأمر الفائد عن حاجتي وذكر زكاة رمضان اللي هي زكاة الفطر. والله سبحان الله، هو الزكاة هذه فريضة. نعم. الصدقة هذه سنة. نعم. وهذه مستحبة. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم علم النساء، فها هو النبي صلى الله عليه وسلم على فراش موتي فيقول يا عائش كم عندي من المال؟ قالت 7 دنانير يا رسول الله. نعم. فقال أنفقيها يا عائش، كيف أقابل ربي وفي بيتي 7 دنانير؟ الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما وأبدا يفضل الفقير
على نفسي، لأنه رسول الله الرحيم الذي وصفه الله فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السيدة أم سلمة زوجة النبي رضي الله عنها وأرضاها كانت إذا أعطت جارية صدقة تقول لها انظري واسمعي جيدا ما يقول لك هذا الفقير، فإذا دعا لها بطول العمر كانت ترد له الدعوة. فسئلت في ذلك، يعني لو دعا لها بالبركة ترد له الدعوة، تقول اللهم بارك له كما دعا لي، اللهم أطل عمره كما قال لي، اللهم ألبسه تاج الصحة والعافية كما قال لي. فلما سئلت في ذلك قالت الدعاء للدعاء وأجرنا على الله ونعم بالله، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فسبحان الملك، هذه الصدقة المستحبة. أما الأخرى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه هي الصدقة الواجبة التي سماها ربنا، سماها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الزكاة. معنا اتصال، معلش قطعنا الشيخ. محمد ألو الفيوم. محمد أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا استاذ محمد. فضيلة الشيخ، منور الشيخ على الله. الله يسترك، مرحبا باهل الفيوم. الله يكرمك، جزاك الله عنا خير يا مولانا. خيرا جزاك يا حبيبي. تفضل بسؤالك يا استاذ محمد. حضرتك انا صدقة على روح المتوفى المستحب يوم الخميس ليله الجمعه، انا عندي والدي ووالدتي متوفين فبتصدق يعني عليهم كل يوم خميس، يعني هل ده مستحب ولا مش شرط اي وقت ثاني او اي يوم ثاني؟ حاضر يا استاذ محمد. اي سؤال اخر؟ وسؤال اخر مولانا بعد اذنك. اتفضل. في الوالد والوالده سايبين لنا مراس بسيط جدا جدا حوالي من 50 متر، عباره عن بيت او شقه يعني اوضه وصاله وكده يعني. تمام. فليا اختي ليها حق فيها، هل الدين يحكم عليا ان انا اشد بيني وبينها المراد ولا الذكر مستحب للمسلم مثل ما الدين يقول؟ حاضر. تمام. اي استفسار ثاني يا استاذ محمد؟ جزاكم الله عنا خير، جزاكم الله عنا خير. شرفت يا فندم. الله يسترك يا حبيبي، الله يسترك. نجاوب على الاول، الصدقه ان انا المستحبه ان انا اعملها الخميس والجمعه ولا اعملها في اي يوم؟ والله هو اختار يوما ترفع فيه الاعمال الى الله. احب الاعمال ترفع الاعمال الى الله في يوم الايه؟ الجمعه. الخميس. تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذا اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بصيام هذا اليوم، وليله الجمعه يعني سبحان الله فيها الخير كله. فيها خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة، فهو اختار يوما مفضلا. ولكن لا تقصر ولا تقتصر بصدقتك على هذا اليوم، لأن الأجل بيد الله عز وجل. أسأل الله أن يطيل عمرك وأن يحسن عملك أنت والسادة المشاهدين والمسلمين أجمعين، اللهم أمين يا رب العالمين. فسارع ولا تؤخر. يعني سبحان الله، تعجل قبل أن تكون الحاجة أو يكون الفقر أو يكون المانع أو يكون ضيق الحال، فسارع بالصدقة، لأن الله قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني وأمرنا بالمسابقة في الخيرات. نعم. فاستبقوا الخيرات. نعم. فوجب عليك أن تسارع، واعلم تمام العلم في نهار في ليل، يوم السبت يوم الخميس يوم الأحد، في أي الأيام سيصل الخير إلى أهلك وإلى أبيك وإلى أمك، وأسأل الله أن يرحمهما كما ربياك صغيرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نجاوب له على السؤال الثاني بسرعة عشان معنا اتصال. الوالد ساب شقة 50 متر، فهو بيقول وغالبا ممكن انا كنت عايزه اساله السؤال بس ما لحقتش، هو قاعد فيها غالبا ومعاه اخت تاني، اخته هترث من هذه الشقه ولا يعني؟ طبعا يا حبيبي، لان النبي صلى الله عليه وسلم الله قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. نعم. وانت ان كنت تحب اباك فسارع بتقسيم هذه التركة. نعم. واعلم تمام العلم أن الله سيوفقك إلى كل خير، لأن المعونة على قدر المؤنة. نعم. والصبر على قدر البلاء. نعم. وإياك ممن قال فيهم أن تكون ممن قال فيهم رسول الله من منع آرثا من إرثه حرم من نصيبه في الجنة. نعم. فأنت يا ولد الحبيب هذا دين. نعم. والدين يوقف به الميت على باب الجنة. يعني حبيبنا النبي ما جه يصلي على رجل قال عليه دين، قالوا عليه ديناران يا رسول الله، قال صلوا على صاحبكم في بدء الدعوة،
فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا، فقال أبو قتادة ابن النعمان: أنا ضامن لدينه يا رسول الله، أنا سأسدد عنه يا رسول الله. قال: أنت ضامن؟ فصلى عليه النبي. فلما انتهى من الدفن قابل أبا قتادة قال: أسددت دين الرجل؟ قال: لم نفرغ من الدفن بعد يا رسول الله. قابله بعد يومين: أسددت دين الرجل؟ قال له: نعم. قال: الآن برد جلده من النار، فسارع يا ابن الحبيب بتقسيم تركة أبيك إن كنت تحب أباك. ونعم بالله. منار، ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. تفضلي تفضلي يا منار. حضرتك أنا أسأل الشيخ، أنا ينفع يعني صدقة لأخوك؟ تعملي صدقة لأخوك، ده السؤال؟ هو أخوك حي؟ هو عمرو. يا منار الصوت بيقطع جامد، وقفي في حتة فيها شبكة. طيب حاضر، اطلع بره. هو بس اقفل شوية وانا حاسة صعب. احنا مستمعين، السؤال بيقطع خالص يا منار، معلش. طيب اطلع في الشارع. اطلع ماشي. اتفضل. بعد اذن حضرتك. اتفضل. اخوكي اتفضلي 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 بالراحة. ظروفه صعبة وعنده أولاد، وأنت عايزة تتصدقي عليه. يعني طيب حاضر. في أي سؤال تاني؟ لا معلش يا منار، غالبا المنطقة اللي أنت فيها مش كويسة، بس احنا هنحاول نلخص فهمنا للسؤال. هي غالبا عايزة تتصدق، مش عارفة على أخوها أو لأخوها. هو السؤال وصل إن شاء الله، وإن شاء الله المنطقة اللي فيها كويسة جدا، بس هي مش الشبكة واقعة فيها سقطة. تمام، عشان أهل المنطقة بتاعهم ما يرفعوش علينا. تمام. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يجوز لك أن تتصدقي على أخيك، وإن شاء الله يكون لك فيها أجران. نعم. أجر الصدقة وأجر الصلة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسأل فيقول له: لك أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، وأسأل الله عز وجل أن يوسع عليك في الدنيا والآخرة، أنت والمشاهدين الكرام والمسلمين أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هي شكلها كمان قلبها حنين قوي يعني بتتكلم. طبعا طبعا طبعا. ربنا يا رب يعزك ويديك على قد هذا. معنا محمود، ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. ازيك يا أستاذ؟ ألو. مرحبا. اتفضل يا أستاذ. تحياتي للشيخ وتحياتي فريق الإذاعة يا فندم اللي معاك، بشكرهم شكر والله كبير قوي بصراحة من الصعيد. ربنا يعزك يا رب، ربنا يخليك يا فندم. عندي سؤال للشيخ. اتفضل يا فندم. اتفضل يا عم رجب. عم رجب صاحب البرنامج. ما شاء الله. يعني متابعنا أول بأول. ما شاء الله. اتفضل يا فندم. الله يبارك فيكم يا رب. الله يخليك، اتفضل يا ولد. بالنسبة للي بيحلل بعد الطلقة الثالثة وبياخد فلوس، ايه رأي الدين في التحليل وفي نفس اللي بياخد فلوس؟ في اي سؤال تاني يا عم رجب؟ بالنسبة عايز اعمل صدقة لوالدتي ولحماتي وهم على قيد الحياة. هم على قيد الحياة. تمام. متشكرين، شكرا يا استاذ. اتفضل اتفضل، نورتنا عم رجب. يعني لا سؤال طيب. سؤال طيب. نبدا بصدقه لوالدته وهم وحماته وهم على قيد الحياه. ده السؤال الثاني. السؤال الاول. هذه جائزه ان شاء الله، تدفع عنهم المهالك وتدفع عنهم غضب الله عز وجل وتدفع عنهم الامراض. لان سيدنا عبد الله بن المبارك ياتيه رجل اشتكى قرحه في ركبته، قال: منذ سنين أنا أذهب إلى الأطباء ولم تبرأ هذه القرحة. فقال له سيدنا عبد الله بن المبارك: اذهب في مكان يحتاج الناس فيه إلى الماء، فاحفر بئرا، فإذا نبع الماء برأ وأمسك الدم. نعم. السؤال الثاني. فسبحان الله، ما إن ذهب حتى حفر بئرا وحتى نبع الماء حتى جف الدم وبرأت القرحة بإذن قيوم الأرض والسماء. فهذا خير لك إن شاء الله يا أستاذ حج رجب، ولمن تصدقت لهن بهذه الصدقة. السؤال الثاني وبيحلل حاجة، ما فهمتش السؤال. لا أنا فهمت. طبعا. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لخص هذا الكلام فقال: لعن الله المحلل والمحلل له. اللي هو بيتجوز. طبعا. يعني أنت فاهمة دكتورة أن طبعا الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فطبعا ثلاث طلقات إن كانت صريحة. نعم. بلفظه طالق طالق طالق، فهذا فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. ثم طلقها ثم أتزوجها أنا. فهذا الرجل الذي قام بهذا الفعل ملعون، أي مطرود من رحمة الله، بل سمي
بالتيس المستعار. نعم. فأنت أيها المحلل تيس مستعار. أيها المحلل لك، أنت رجل أغضبت الله وأغضبت رسول الله وحلت عليك اللعنة أي الطرد من رحمة الله. وأشكرك يا حاج ريب على السؤال الطيب. الموضوع الطلاق أصلا يعني بابه كبير. طبعا. فلو فتحنا فيه أسئلة هتلاقي الموضوع كده. احنا على الرأس والساعة إن شاء الله كده، أي سؤال تحت أمره إن شاء الله. مش. نرجع مين؟ أم محمد. ألو. أيوه. اتفضلي يا فندم، أنت معانا، اتفضلي. أيوه حضرتك. أيوه أنا. ألو لو سمحتي. اتفضلي، أنا ليلى. اتفضلي. عايز أسأل، أنا يعني ست كبيرة. اتفضلي. ايوه انا ست كبيره. اتفضلي معاك الشيخ، اتفضلي احنا سامعين. انت أيوة على الهواء، انت على الهواء، اتفضلي يا حجه. ماشي. انا ست كبيره. اطال الله عمرك وحسن عملك، اتفضلي. وعندي جيراني اذيني وجالي مكروب في عيني. تمام. وبعدين عايزه ابلغ يعني الصحه عليهم، هل ابقى قاسمه؟ حاضر. السؤال الثاني اتفضلي. اتفضلي. انا اسمعك. انا يعني بشتغل على قدي، يعني بشتغل على قدي وبيجي لي يعني في رمضان يعني زيك او حاجات وكده، بقسمهم بيني وبين اختي عشان هي ملهاش يعني مورد رزق. تمام. وانا بشتغل يعني يعني بديلها جزء من كده وانا ارمله، هل ابقى قاسمه اني بدي رزق اخو اولادي؟ حاضر. تمام. وجيبك ان شاء الله. اي استفسار تاني يا ام محمد؟ شرفتيني. وعايزة أسأل في حاجة بيقولوا القرد الحسن، القرد الحسن ده إيه؟ حاضر. يعني عايزة أعرفه. حاضر حاضر يا أم محمد، حاضر. آخر اتصال معانا. اتفضلي. القرد الحسن نبدأ بيه على طول ولا نبدأ بالسؤال اللي شغلها على قدها وبتقسم مالها؟ والله هذا جائز إن كان فايضا عن الحاجة. تمام. إنما أولادها في حاجة إليها فأولادها أولى لأنهم أيتام. القرض الحسن؟ القرض الحسن يعني كل قرض جر نفعا فهو ربا. معنى هذا الكلام يعني أنا لو هقترض 10,000 جنيه وهسددهم 10,100 لا كده هذا ربا. طيب القرض الحسن المقصود به إيه؟ سأقترض 10,000 جنيها وأقوم بسدادهم 10,000 جنيها. نعم. فهذا ليس من الربا وهذا هو القرض الحسن. نعم. تمام. السؤال الأولاني هي ست كبيرة وبقيت الكلام. ست كبيرة طبعا وجيرانها بيؤذوها، أقول للجيران يعني سبحان الله ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. نعم. وكان هناك رجل يشتكي من أذية جاره فقال له النبي اصبر فجاءه وعوده، فقال له النبي اصبر فجاءه وعوده، فقال له رسول الله أخرج متاعك إلى الطريق. فلما أخرج الرجل متاعه إلى الطريق وأساس البيت إلى الطريق كلما مر لماذا أخرجت متاعك يا رجل؟ قال آذاني فلان، فيقول لهم فيقول الناس لعنة الله على فلان. فجاء الرجل يهرول إليه وإلى رسول الله، يا رسول الله مره فليرجع، والله لا أعيد، والله لا أعود، والله لا أعود. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ولما؟ لماذا تريد أن يرجع جارك إلى بيته الآن وأنت كنت تؤذيه؟ قال لقد لعنني الناس. قال إن الله من فوق 7 سماوات قد لعنك قبل أن يلعنك الناس. فإذا كانت نوع الأذية يعني مضر جدا ومعك ما يثبت ذلك فأقيم عليهم الحجج وأحضري ناس الأكابر بتوع القرية. تمام. يكون شيخ مسجد، يكون رجل كبير في القعدات الصلح، تعمل قعدة يعني. وأقيم عليهم الحجج. طيب إن نفذت هذه الأحكام العرفية ولم يفلح فيجوز لك أنك تشتكي عليهم. هذا والله أعلى وأعلم. نرجع لكلامنا تاني بسرعة عشان هنختم الحلقة. تمام. يعني عن ملخص الصدقة كده لحد ما وقفنا في ظل عرش الرحمن أو دعاء الملائكة أو تنجي من الكرباء، يعني ادينا. سبحان الله. كان هناك رجل من المغرب. بسرعة سريعا. طيب سريعا إن شاء الله عشان نختمنا الحلقة. حاضر سريعا إن شاء الله. كان هناك رجل من المغرب يرى في منامه رسول الله فيقول له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اذهب إلى فلان في مكان كذا في حي كذا في شقة كذا وبشره أنه جاري في الجنة. نعم. فذهب هذا الشيخ ومعه مجموعة من المشايخ الكرام وطرقوا الباب وظن هذا الشيخ أنه سيجد عالما أو رجلا زاهدا أو عابدا، إلا أنه وجد شابا عاديا. قال له أنت فلان ابن فلان؟ قال له نعم. قال إن رسول الله يبشرك أنك ستكون بجواره في الجنة. فبكى وخر مغشيا عليه. فلما أفاق قال له هذا الشيخ أهناك خبيئة يعني عمل تخفيه عن الناس بينك وبين الله؟ قال إي وربي. قال ما هو؟ قال مات جاري وترك أرملة وأيتاما ومنذ أن مات
جعلت راتبي بينهم وبين أولادي. قال منذ هذه اللحظة وأنا أنفق على الأيتام والأرامل. فقال هلما للصلاة معنا في مسجد رسول الله. فلما كانت السجدة الأخيرة قام الإمام وقام المأمومون، وإذا بهذا الشاب لم يقم، مات وهو ساجد، فهنيئا له جوار النبي في الجنة لأنه أنفق على الأيتام والأرامل والمساكين من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما نختم الحلقة بندعو الطلاب الثانوية الأزهرية امتحانهم غدا، نرجو الله لهم السداد والتوفيق. كانت معكم ليلى طه في برنامج هذا ديننا، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.